بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع صائد آسيوي بسيط شاف سائح هو زوجته حاصرتهم الطين، ما أرضاه المنظر، راح يساعدهم، أخذ معدات التصوير أول شيء اللي سعرها بالشيء الفلاني كان بالإمكان يأخذها، لكن نفسه الحرة ما أرضت ورجع حاول ينقذهم. لقى الموضوع صعب، الرجال مسن وثقيل وما هو قادر يسحبه ورجلها غاطسة بالطين. ترى في غيره في الموقع نفسه لكن ما تعلموا من الفطرة السليمة وما عرفوا معنى إذا كانت النفوس كبيرة تعبت في حملها الأجساد. صاحبنا قرر أنه يأخذ متعلقات الحرمة السيدة عشان يساعدها هي الأول، ويفضي المكان عشان يسهل عليه أنه يساعد الرجال. ودى الأغراض والشنطة ورجع ثاني يحاول ينقذهم، رغم أنه كان في إمكانه يسرق المتعلقات اللي في الشنطة وأكيد فيها أشياء ثمينة. أما اللحظة هذه فوالله أعجز عن التعبير عنها أو حتى ماذا أسميها. شوف روعة الإنسانية والبطولة، عمل من جسده لوح لإنقاذهم، ما فكر منهم وش أصلهم وش جابهم بلدنا، أعتقد أنه مزروع في داخله وبالفطرة كذا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الناس جميعا. وأنا أعتقد أنه يشعر أن هذول الكبار منزلة أبوه وأمه. لا إله إلا الله، عجيب. الآن جسده في الطين لكن نفسه كبيرة في السماء. الحمد لله ما راح تعبه، طلعوا الزوجين. يا ترى ساومهم؟ وقف عندهم يناظرهم كم بيعطونه؟ مستحيل مستحيل، هذا شخص مختلف عن العالم، مختلف عن العالم اللي يجرون وراء المادة والمقابل، كم تعطيني وش لي وش عمولتي. انصرف، راح بكل بساطة، أبد سوى اللي عليه ومشى، وبكل شموخ وبكل كبرياء. يا سبحان الله،